الفنان الهاني الهاني التهامي، تشكيلي سينمائي، بلوغر، من مواليد مدينة وزان، انتي عايش هنا في الرباط. كما شفتوا انني في العاده ديالي، انني فيما كان سواء الصباح ولا المساء ولا فيما كان نتناول شي قهوه، كتكون الجانب الفني دائما حاضر. فنان دائما فنان في اي مكان في اي زمان. دونك كتر ان ملي كتنتهي من او قبل، بعض المرات قبل من احتساء القهوه، سناخذ داك لاموس الرغوه ديال القهوه وديال الحليب. كيبقى دائما حاضر الجانب الابداعي. فهذا الجانب الابداعي انني بما انني كنخدم على الخطاف، طائر الخطاف، دائما كنرسم هذاك الخطاف. هذا ما كيعنيش بان ما رسمتش حوايج اخرى بالقهوه، عندي اعمال اخرى بالنسبه للقهوه وفي الاواني. هو على سبيل المثال مومون ديفولمون، يعني واحد اللحظه ان الانسان كيبغي ينشرح. و سي سكو جابيل بيتيز ارتستيك. لي بيتيز ارتستيك هو شي طفل مثلا كيدير شي بساله هكاك، حنا كيبقى دائما فينا داك الطفل واخا تنكبروا. غير هو كتقاسم الجانب الابداعي مع الاصدقاء ديالك ولا في المقهى اللي انت كتكون جالس فيها. عامه ان كاين انسان اللي كيشرب قهوه ديالو ويقدر يخلي بلا الصوره، كعرف موسخه ولا بكارو ولا هادي. انا كنتجنب هذا الشيء، على اساس كنخلي واحد العمل فني اللي ان كيعجب الناس، كيعجب سواء النادل او النادله اللي كيكون تاهما ناس بحالنا بحالهم، كنتقاسموا معهم الفرحه وتقاسموا معهم اي حاجه. فهذاك العمل هذاك كيشوفوا الناس كاملين كيطلبوا مني بعض المره، علاش ما رسمتيش اليوم؟ ولا كنقول لهم داكور با بروبليم، انا ناخذ عاوتاني كذلك قهوه ورسم داك الخطاف. فهاد الخطاف بالنسبه للصحون رسمت ربما الالاف ديال الصحون اللي مشاو ك هدايا كضوات ملي كنكون جالس ولا شي حاجه. كاين تلاقيت شحال هادي مع ناس اللي كانوا من لوسترالي، خداو وعطيتهم صحن تاع يونيغونديل، مشات لسيدني لاسترالي، وكاين لانجلتير لندن اللي تخدا، لا فرانس ايطالي، كاين كندا فانكوفر، كاين هنا في المغرب. خلاص بزاف الاصدقاء بزاف المقاهي فيما كنمر كنخلي يونيغونديل اون فاسون دو، واحد الطريقه كتسجل الحضور ديالك بانك مريتي من هنا.
وهذه عفويه ما فيهاش شي حاجه دو بروباغاند ولا عفويه وكاك. كان بدا خرسم كل مكان تخلي مكان خلي مكان بلاصك تخلي بلاصك نقيه كما تقولوا هذا هو اللي كاين. ف رسم القهوه او تو سكي بو لسي دو تراس اي حاجه سواء اذا كان قلم ولا. فالقهوه هي مكان ديال الراحه وديال لقاء الاصدقاء ومعرفه الناس اللي يلا كتعرفوا في واحد اللحظه معينه. ف كيكون مكان ديال خصك تزرع الجمال. كاين واحد النوع اللي خارج للصداع حنا خارج نديروا شي حاجه جميله خصوصا في هذه الظروف اللي كانت مرات منا مرنا العالم كامل هذه الجائحه. الناس كاين ان بو دو ستريس الناس محتاجين مثلا شي اشياء اللي ترجعهم للسيروره ديال الحياه كيف ما كانت قبل. هذا من جانب فني. وبالنسبه للخطه كاين في اعمال كبيره تشكيليه لوحات كاين بجمع لي سيبور على الخشب على فلاطوال قلم رصاص ستيلو ديما حاضر. فخديت انا لالياس الاسم الفني الرجل الخطه في لومي غونديل وكنسني به بالنسبه للاعمال ديالي كلها في لومي غونديل. بون كنسني بالاسم ديالي وفي نفس الوقت بلالياس الاسم الفني. فهاد العمل هذا عفوي كيجي عفوي. بون كما قلت ان كاين فنانة مغاربة اللي فعلا بدعوا عطاو الكثير بينهم من سوش السي اللي كيرسم الحمامة اسم ديالو. فكاين الصلادي اللي كيرسم بالطوس. يعني كانوا فنانة اللي اهتموا بالطيور فلهذا داك اللي اهتموا بالطيور. بون جد الدور ديالي انا كفنان خديت طائر الخطاف ليونديل كسينياتور امضاء. احيانا ما محتاجش انني نضيف الاسم ديالي كيعرفوا بان اللي كان هنا في القهوه رسم ليونديل هو الهاني راه داز من هنا. هذا بالنسبه ل وكاين ان بلوغ سميتو لومي غونديل سور انترنيت هو اللي كنكتب فيه الخواطر وكذا والرسومات اللوحات كل ما هو بحال شي انكارني دو يعني كنكتب فيه كل ما كيتعلق بحياتي. هذا من ناحيه ديال التشكيل. والفن في الحقيقه كايها الناس كباقي الاطفال طيب صغير كنت نرسم. بون غير هي باش تعرف راسك راك فنان فعلا وان كتاكل عليها العصا وكتسمع عليها الهضره ولكن كتبقى دائما صابر لانك لقيتي فعلا فنان. اما لقيتي غير بون واحد الوقيته رشقات لك درتي شي حاجه ضربوك حبستي صافي راك دونك شي ما كاينش داك الحس الفني. فيما يخص المجال ديال التمثيل شنو المسلسلات والافلام اللي شدتك؟ المجال السينمائي المجال السينمائي هو المجال اللي تشجيع ديال الاصدقاء ديال الناس اللي كيعرفوني. بون تيقول لي بون تا الصوره ديالك صالح للدور فلان. خديت الغمار ديال التجربه وما نساش بان انا سينمائي 100% من 6 سنين وانا كندخل السينما 6 سنوات ربما كاين شي غير يتفاجئ يقول 6 سنين وزان دخلت انا 6 سنين السينما ومن تما بقيت متعلق بالسينما حتى جات الفرصه ديال الباد واخا جات معطله لان كان الجانب الدراسي خص ضروري تدرس وتقرا كفنان تشكيلي. وقريت كاستاذ قريت فنون تشكيليه مده طويله يعني ما يزيد على 24 سنه. جا المجال السينمائي خديت الغمار السينما خدمت في اعمال مغربيه وكاين اعمال عالميه بحال مسلسل عمر المخطاب مع تلم الفنانين العرب. كانت تجربة رائعة جدا خصوصا كان إنتاج ضخم إنتاج فني من طرف كان التمويل ديالهم من طرف الام بي سي. فهذيك التجربة وكاين تجربة أخرى مع سي الحلو نبيل الحلو شوف الملك في القمر وعمل آخر القمر الأحمر
ديال السي حسن مجلول وعامل اللي كانت مشارك البطولة أنا ونفيسة فنانة كبيرة زعما صراحة نفيسة بن شهيدة في فيلم آل هي. وكاين أعمال بسيطة اللي كانت مشاركة عندي بسيطة فيهم، ولكن الجانب السينمائي بون خدا ليا من الجانب الفني. يعني وليت أنا دابا مقاسم الحياة الفنية على جوج، كاين الفن الجانب التشكيلي وكاين الجانب السينمائي. الجانب السينمائي كاين انتقادات في العمل نعم. وفي الحقيقة هو الفيلم في الاستعداد ديالو كان فاش كان كيهضروا على ان غادي يكون مؤسس عمر المخطاب، كاين ناضوا بون بزاف ديال الجهات الدينية كيتكلموا على اساس ان الفيلم ربما غادي يمس بالشخصيات اللي هي شخصيات مقدسه وبقى نقدسوها كاملين حنا كمسلمين وكعرب. فاحنا كانت الادوار ديالنا ماشي شي ادوار رئيسيه 100%، ولكن كانوا متخوفين بحال مثلا شخصيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كي غادي يكون، واش غادي يبان واحد الصوره اللي ربما فيها مس بشخصيته او وباقي الصحابة الأجلاء بما فيهم سيدنا علي كرم الله وجهه بما فيهم سيدنا أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. فكان الاحترام تام للشخصيات والعمل كان عمل رائع جدا. احنا بون انا كنت خديت كدور رجل شجاع خزاعي خزاعة، فالتجربة اللي كانت في ذاك الديكور اللي هو ديكور كبير جدا وإنتاج ضخم، بالعكس منين تصور المسلسل الناس اللي شافوا المسلسل ولاو كيأكدوا كيقول لك خصكم تشوفوا التاريخ الإسلامي من خلال هذا العمل هذا. فاضطروا ان هذوك الناس اللي كانوا معارضين الفكرة ديال التشخيص ديال اضطروا انهم يجيوا يشوفوا المسلسل، وربما في الأخير قالوا المسلسل راه مزيان ما فيه حتى شي حاجه، نقي فيه لغه عربيه سليمه جدا، فيه لباس وفيه ديكورات ديال مثلا الديكور ديال المدينه وداك التماثيل اللي كاينه ديال لات والمنات والعزة. والصراحه كان عمل خدامين فيه ايرانيين في الديكور وخدامين فيه السوريين والمغاربه، ف ما يمكن غير نشجعوا بحال هاد البوادر هادي اللي كتبين التاريخ ديالنا. بحال مثلا المسلسل ديال سيدنا يوسف كان رائع جدا، علاش حنا ما كرهناش نزيدوا تكون مسلسلات بحال مثلا ملي كيجي شهر رمضان نشوفوا مسلسلات اللي هي مثلا دينيه او مثلا تاريخيه مغربيه المغرب. نعم تم الترجمه ديالو العالم راه كله شافوه مسلسل عمر الخطاب. انا كان اللقطه ديالي كتبان في البوندانونس في البريمو، وكي يقال على اساس انها اتخذت كاحسن لقطه في المسلسل من ينفت الكريم عمر بن الخطاب. هذه هي اللقطه اللي كيقول على اساس انها كانت رائعه جدا. ترجمت بالتركية واول مره التركيين يترجموا على العرب. حنا كنا كناخذوا الافلام التركيه وكنترجموها للعربيه، وهما خدموا مسلسل عمر الخطاب وترجموه للتركيه، وهذا بالنسبه لينا رائع. كيفاش كدير توازن بين هذه المجالات كامله بين مجال الفن والتمثيل؟ وفي الحقيقه انا فنان تشكيلي كاين لداخل، يعني ما نجيبش شي حاجه من برا وندخلها، ولا اللي كيبقى هو العمل السينمائي. عمل السينمائي فيه شويه ديال التعب، لان يعني علاش التعب محبوب، ماشي داك التعب انك نقول بحال راه زعما شي حاجه في الحفظ ديال الدور والتقمص الشخصيه. وانا دائما في الاعمال ديالي ملي كنبغي نخدم في شي عمل سينمائي كنطلب سميتو المخرج يعطيني الدور ديالي على بكري، يعني نكون ربما كاين شي واحد تيقول لك لا ساهل، انا فنان محترف سينمائي يمكن نادي الدور بكل سهوله. لا انا ما كنبغيش هذه الصراحه، كنبغي العمل الشخصيه نبني عليها ونقرا عليها. ما يمكنش نكون انا انديكسيونير باش نعرف الشخصيه ديال العالم كاملين،
كنمشي نقرا الشخصيه ونحفظها مزيان ونشوف الكاركتير ديالها. بحال مؤخرا كنت لعبت في فيلم ديال ربيع الجوهري، وهاد فيلم ديال ربيع الجوهري، وهاد فيلم سميتو سيكا. سيكا كيهضر على القضيه ديال تاريخ الصراع المغربي في القضيه ديال الصحراء ديالو. فخديت انا الدور ديال مولاي عبد السلام بن مشيش. فهاد الشخصيه هادي ما عمر ما تسبق تلعبات سينمائيا. فانا من منطقه وزان وسميتو مولاي عبد السلام بن مشيش، يعني دافين بني عروس قريب سميتو العرائش، وحنا من العائله ديالنا اللي كانوا كيقدسوا هذا الشخص هذا بحكم انه علامه وشيخ جليل. فكانت تحت ليا فرصه وحسيت بواحد الفخر انني من نادى عليا السي ربيع الجواري اللي كان حي هذا المنبر وتقفية بفاد باش نلعب هذا الدور ديال مولاي عبد السلام بن مشيش. والفيلم دابا لي اون مونتاج، وربما يكون العرض الاول قريب ان شاء الله. فهذا بالنسبه للفيلم ديال شريط مطول. كاين القمر الاحمر اللي لعبت فيه الاب ديال عبد السلام عامر مع السي حسن بن جلول. كاين سويتشر سيزون 2 مع سميتو اكتاريوس. وكاين افلام قصيره اللي مازال ما خرجاتش للوجود، هذا هو اللي كاين. اخر سؤال، الفنانين اللي كتستلم منهم الاعمال ديالك والممثلين تاعهم، اخر رساله للفنانين بصفه عامه؟ كاين فن تشكيلي، كاين فنانه كبار، خصوصا انا اللي زعما كناخذو كفنان كبير كبير واللي ما خداش حقه هو الجلالي الغرباوي. الجلالي الغرباوي رحمه الله عليه فنان اللي فعلا كان سابق الزمان ديالو، خصوصا عطى الجريد حقه. هذا بالنسبه للفنانة المغاربه. اما بالنسبه للغربيين كاين فنانه كبار ما غاديش يمكننا نكرهم، بحال مثلا كاين نيكولا ستايل، كاين ارتونك، كاين براند فان فيل، كاين جون فوس، كاين ريوبيل، كاين بيت موندريون، ماريفيتش كوندنسكي، هادو كلهم فنانه كبار جدا بالنسبه ل. وفنانه مغاربه كذلك كنوجدوا بين هاد المرحومين كاينين دابا بحال ميلود البيض الله يرحمه، هادو فنانه كبار تبارك الله واللي الاعمال ديالهم. السي بناني محمد الله يطول له في العمر، هذا هو بالنسبه لمدينه القنيطره. وكاين فنانين اخرين اللي ما يمكنش نسردهم كاملين. هذا بالنسبه للميدان التشكيلي. بالنسبه للميدان السينمائي كاين فنانه كبار بحال السي محمد حسن الجندي، السي محمد ماجد، هادو فنانين كبار، السي العلاوي. يعني هادو بالنسبه للناس اللي عطاو في الميدان السينمائي. وكاينين الناس اللي مازالين دابا في الحياه بحال السي عز العرب الكغاب، السي محمد خوي، هادو فنانه كبار تبارك الله. يعني السي ربيع القاطي حتى هو كدير كوميتان، هادو فنانه تبارك الله عندهم الوزن ديالهم في الميدان السينمائي. وحنا كنخدموا كل واحد في مكانه، فهمتي، كل واحد في مكانه، ولكن اون ان باتش وورك، بحال واحد فسيفساء، فسيفساء هي اللي كتجمع من بعد وكتعطي واحد الزليش. هادشي اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.